الوقف عباد الله نوع من أنواع الصدقات المندوبة، غير أنه أفضلها وأدومها وأتقنها وأعمها. الوقف عباد الله علو للواقف وعزيمة مؤكدة للقضاء على الجشع والشح وحب الذات. الوقف رحمة وإحساس نبيل ودعم بالغ لاقتصاد المجتمع المسلم، لأن الأوقاف الخيرية تعد من أهم مقومات المجتمعات الناجحة اقتصاديا، إذ يمثل أحد محوري الاقتصاد وهو المحور الأهلي المؤسسي. الوقف عباد الله هو أحد الأمور الثلاثة التي لا تنقطع بوفاة المرء وفراقه للحياة الدنيا، إذ هو الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قال أبو الدحداح: يا رسول الله، وإن الله يريد منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: فإني أقرضت ربي حائطا فيه 600 نخلة، ثم جاء يمشي حتى أتى الحائط وفيه أم الدحداح في عيالها، فناداها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخرجي، فإني قد أقرضت ربي حائطا فيه 600 نخلة. رواه البزار وصححه الهيثمي. وفي بعض الروايات أنها قالت: ربح بيعك أبا الدحداح. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول لأصحابه: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، وما لوارثه ما أخر. رواه البخاري في الأدب المفرد. ألا إن المال غاد ورائح ومقبل ومدبر، وما هو إلا وسيلة للإنفاق والبذل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى. متفق عليه. ورضي الله عن عمر الفاروق الملهم، فقد خرج يوما إلى البقيع فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، أخبار ما عندنا أن نساءكم قد تزوجن، ودوركم قد سكنت، وأموالكم قد قسمت. فأجابه هاتف: يا عمر بن الخطاب، أخبار ما عندنا أن ما قدمنا وجدنا، وما أنفقنا فقد ربحنا، وما خلفناه فقد خسرناه. ألا إن من رام الفلاح لنفسه وفاز من الدنيا بمال وافي، فلا بد أن يسعى حثيثا لبذله، ويخرج بعضا منه للأوقاف، فذلك فوز للغني وبلغة ليجني في الأخرى عظيم قطافي.